مشاهدي الكرام، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج كلام في الرياضه. اليوم سيكون الكلام من ذهب. لماذا؟ عندما كان يلعب هؤلاء في الدوري السوري كره القدم، وعندما كان التحكيم في ذلك اليوم في الدوري السوري كان له وقع خاص على كل من يشاهد تلك المباريات. في الزمن الجميل عندما كان هناك هوايه وليست احتراف، الكل كان يلعب على قلبه، على دمه، على ناديه. لا ما يعني ليس هناك أي كلام على موضوع المال، كله فقط حب الناس، حب اللاعبين فيما بينهم، حب الجمهور اللي كان عم يأتي إلى الملعب، وكان هناك مشاهدة كبيرة من سنوات طويلة. اليوم اللي عم نشوفه في عملية الاحتراف في الدوري السوري لكرة القدم والتعاقدات في ظل الفوضى الحاصلة وبعيدا عن اتحاد كرة القدم، من غير أي قوانين أو نظم تنظم هذه المسألة الاحترافية في كرة القدم السورية، كيف كان العمل أيام زمان في زمن الهواية، وكيف اليوم يرى المتابعون واللاعبون وأيضا الحكام في الدوري السوري كرة القدم بعملية الاحتراف ما بين اللاعبين وبين الأندية، عملية انتقال موضوع اللاعبين بين الناديين في المدينة الواحدة. أيضا هناك كلام كثير حول انتقال بعض اللاعبين في المدينة الواحدة، ونسهم بأن هناك احتراف، لكن دائما وأبدا نقول بأن الاحتراف شيء جاء على مسائل ومسائل أخرى كانت غائبة عنه. على كل حال اليوم سيكون كلام كثير وكبير وجميل من أشخاص قدموا إلى برنامج كلام في الرياضة، لكن بعد الفاصل. من جديد مشاهدي الكرام، اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي الكبار، واللي ما إله كبير يشتري كبير مثل ما بيقولوا. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي العزيز الكابتن عبد الرحمن فواخرجي، لاعب تشرين السابق. أهلا وسهلا فيك كابتن أبو سالم. يا أهلا وسهلا فيك أستاذ أحمد. الحمد على السلامة. الله يسلمك، شكرا على المقدمة الجميلة، ومرحب بالمشاهدين، ومن متشكر الكادر التلفزيوني. اهلا وسهلا فيك، وان شاء الله هيك بتكون حلقه ممتعه لنا ولكم وللمشاهدين ان شاء الله. اكيد ان شاء الله ان شاء الله. ايضا اسمحوا لي ان ارحب بضيفي الاخر، وهو ضيف عزيز جدا، ذكريات كثيره يحملها هذا الرجل من ايام الزمن الجميل، الكابتن محمد كيخيا، حكم دولي سابق. اهلا وسهلا فيك كابتن. اهلا وسهلا فيك استاذ احمد، وببرنامجك الحلو وتقديمك الرائع، وبهالمناسبة الحلوة كمان بتشكرك لأنك جمعتني مع أخ عزيز ورياضي قديم في أيام الزمن الجميل، الأخ عبد الرحمن فواخرجي. بتمنى يكون هالبرنامج برنامج حلو وتستفاد منه كل الجماهير الرياضة والكوادر الرياضية. أهلا وسهلا فيك كابتن محمد. يعني ما شاء الله، يعني أنا دائما يعني نقعد نحن سوا دائما على كل حال، يعني أنا كثير بالنسبة لي أنا مستمتع ساعات بسمع للكابتن أبو سالم والكابتن محمد كيخيا. تسلم. أنا وتعلمت منهم كثير الصراحة. تسلم. يعني دائما عم أتعلم منه. تسلم. أول شيء الحمد لله على السلامة كابتن أبو سالم. الله. طبعا أبو سالم هو اسم الشهرة للكابتن عبد الرحمن فواخرجي بأيام الزمن الجميل بتسعينيات القرن الماضي مع نادي تشرين. الحمد لله على السلامة، كنا ناخذك سكايب على برنامجنا من الكويت الشقيق. اهلا وسهلا فيك، اليوم مستضيفينك بالاستديو. يا اهلا وسهلا فيك، هذا شرف لنا، وبتشكرك جدا على هالمقدمه الجميله هذه، وان شاء الله مثل ما بنحكي ان شاء الله تكون مفيده للجميع ان شاء الله باذن الله. هلا اليوم انا يعني في ناس كثير انه بتحكي انه اليوم كلام في الرياضه، برنامج كلام في الرياضه عم يقدم ضيوف كبار من الزمن الجميل. الهدف من هذا اللقاء، يعني هو هذا الهدف من اللقاء اليوم، نحن في ظل تعاقدات والاحتراف اللي ماشيين فيه بكرة القدم السورية على أساس احتراف بين قوسين، يعني الصراحة بدنا نشوف نحن كيف هؤلاء الرجال لعبوا من دون أي احتراف. كابتن عبد، يعني أنه أنت عم تشوف مسألة التعاقدات والاحتراف وغيره، شو رأيك بداية؟ هو يعني بالبداية طبعا نحن بنقول أنه شغلة الاحتراف أو اللي في الأيام هذه اكيد شيء ايجابي، يعني الواحد الانسان ما راح يضر مثل ما كان، يعني نحن حتى طبعا نحن مثل ما تفضلت انت في مقدمتك، يعني انه نحن كنا نلعب حبا في الكره، هوايه، محبه الجماهير، اخلاصك للنادي ووفائك للنادي، ما كان في عندنا نوع من الاحتراف.
وكان يتكلم الناس كثيرا جدا يعني في هذا الأمر أنه راح يصير في احتراف وراح يصير في طبعا الأمور تتحسن فيما بعد. سبحان الله طبعا قضاء الوقت انقضى علينا مثل ما بقولوا في هذيك الأيام ولم نحصل نعم. ولم نحصل على مثل ما بقولوا معنى الاحتراف الحقيقي بالضبط بهالشكل هذا. لكن نحن بنقول يعني في إيجابيات الموضوع أنه الاحتراف شيء جميل، يعني أنك أنت تحسن من مستوى اللاعبين في جميع المجالات، يعني في المجال في مجال الاحتراف الكروي، في اللعب، في نفس الوقت التحسين الاجتماعي، التحسين المادي، عدم المؤاخذة في هالأمور هذه. صحيح. كل هذه تصب في بوتقة أنه يعني الإنسان أو في الأمر أنه أنت يعني حسن في المجال الكروي وفي المجال أيضا يعني المادي بالنسبة للاعب نفسه. الاحتراف على جميع الصعود يعني بالنسبة للاعب سواء كان على الصعيد الاجتماعي أو على الصعيد المالي. بالضبط. نعم. أكيد طبعا يعني هذا الأمر متلازم متساويين مع بعض وماشيين في الأساس هذا. لكن إذا نحن من القارع نفسنا في الدوريات الخارجية أو الأوروبية فنحن بعيدون جدا في هذا الأمر. في هذا الأمر بعيدون جدا. وطبعا في سياق الكلام رح نتكلم في هالأمور هذه لأنه في كثير جدا بعيد جدا. الكابتن محمد أنا بعرفه دائما بيوقد النار بموضوع الجمل وبموضوع أيضا المواضيع شتى. يعني كابتن محمد يعني موضوع الاحتراف، نحن عام 2000 جاء الاحتراف إلى كرة القدم السورية، يعني صلنا 23 سنة. برأيك يعني عندنا احتراف ولا ما عندنا احتراف؟ للأسف لا، نحن عنا انحراف وليس احتراف. فكلياتا عقود وهمية، كلياتا شغلات من تحت الطاولة. دائما الإنسان اللي بده يشتغل صح تكون أموره صح، يكون كل شيء فوق الطاولة، كل شيء واضح. نعم. بيجي الاتحاد مثلا بيحدد سقف اللاعب 60 مليون، بيكون اللاعب قبض 400 مليون، 300 مليون، 500 مليون، وكل أرقام للأسف فلكية، مع أنه اتحاد الكرة كان لصالح الأندية أنه هذا القرار. أيوة لصالح بس الأندية. كله عم لك عم بصير من تحت الطاولة. واليوم مثل ما حكى الأخ أبو سالم، فنحن ليش بعيدين كثير عن الدوريات الأجنبية والعالمية العربية، إن كانت الأجنبية ولا الآسيوية. اليوم ما في لاعب بيعملوا معه عقد احتراف لا بينفحص طبيا ولا بينفحص بدنيا ولا بينفحص ذهنيا ولا بينفحص اجتماعيا. يلا وقع، شو انت عدم مؤاخذة، ما انك عم قاعد على بسطة عم تبيع فواكه وخضرة. ويا ما عندي اخذت لاعبين وعندهم اصابات. امثلة كتير. نعم. امثلة كتير. نعم. ان كان بتشرين، بحطين، بجبلة، بكل الاندية السورية استاذ احمد لاعبين مصابين ما لعبوا مباريتين مع انديتهم وقابلين المبالغ. فأنا بتمنى تصير دراسة كافية ووافية لهالأمور. قصة في كتير أمور هلأ بنحكي فيها، والأخ أبو سالم كمان عايش في دولة الكويت وبيعرف شو معنات الاحتراف، وكان لاعب من الطراز الممتاز، بيعرف شو معنات عقود اللاعبين وكيف لازم نعملوا عقد. إن شاء الله وتعالى كمان. هلأ أنت حكم دولي كابتن محمد، أنت حكم دولي وأنت يعني كنت تحكم بدوريات محترفة وبدوريات هواية، كنت تشوف الفرق؟ فرق كبير. كيف مثلا؟ فرق كبير. احترام اللاعب إلك، احترام اللاعب المحترف اللي عم يلعب إلك، المحترف يعني. المحترف. نعم. نحن عنا عكس، نحن عنا ليش أنا أعمل لك انحراف أستاذ أحمد؟ بتلاقي لاعب بيتحشى حكام ولاعب بيضرب حكام. طب أنت محترف، أنت عم تعيش، أنت يعني معيشتك الأساسية من وراء الرياضة، من وراء الرياضة، من وراء الرياضة. نعم. صحيح. للأسف كمان تجي مثلا بالاتحاد لجنة الانضباط بتعاقبك اليوم تاني يوم تعفي عنك. لكن معقول لاعب يتهجم على حكم ويركض وراء الحكم عشرات الأمتار في الملعب وليس مئات الأمتار ويضرب الحكم عدة مرات، بالأخير قال والله اعتذر اللاعب من الحكم ايه وعفينا عنه؟ هذا الكلام لا يجوز. يجب أن يكون هناك دراسة كافية ووافية لموضوع الاحتراف. هي تحتاج للأسف تحتاج إلى إنسانية أكثر ما هي دراسة. كابتن أبو سالم، هذا الكلام يعني يوم اللي كنتوا تلعبوا بالتسعينات من القرن الماضي لا كان في احتراف ولا كان في شيء اسمه، بس لكن كان في يعني حب متبادل، كان في احترام أكثر. صحيح. طبعا اليوم أيضا محترمين يعني، لكن نحن نقصد بالعملية الاحترافية. صحيح. ما في شك يعني مرجع منقول هو الالتزام الأخلاقي كان بالنسبة لنا يعني بالنسبة للاعبين في ذاك الوقت
التزام أسري، يعني خلينا نقول تحس نفسك أنت في نادي، يعني كلهم أخوانك كلهم حتى إداريا يعني بتحسوا يعني كولي أمر لك أنت يعني في هالأمور هذه. فطبعا يختلف تماما عن ما هو في هذه الأيام يعني اللي نحن عايشينه بالنسبة للاحتراف. لكن نحن بنرجع نقول يعني وافق الكابتن محمد يعني أنه من الناحية الفنية من الناحية الأخلاقية لا يجوز للاعب أن يتصرف التصرفات وأنت اسمك محترف يعني، أو حتى تجاوزات اللي هي عم تفضل عليها بالنسبة للحرمان وعودة يعني عودة اللاعب بعد أنه بعد ما يحرموه لعبتين ثلاثة وبيرجع بيلعبوه في المباراة. أيضا هذا الكلام مرفوض خلص، في قرارات في ضوابط لازم تمشي عليها بهالأساس، هذا كونك أنت في عندك نوع من الاحتراف. بس كان في اجتماع الجمعية العمومية كابتن أبو سالم، كان في اجتماع جمعية عمومية من يومين، وكان في كلام حول موضوع لجنة الانضباط، طبعا إذا تابعتها كابتن. تابعنا يعني حتى موضوع لجنة الانضباط، يعني أنه في اعتراض من الأندية حتى على موضوع لجنة الانضباط، لأنه بقرارات اللي عم تحكي عنها أنه في قرارات قوية وصارمة، بس هني ما بدهم مثلا أنه معترضين على لجنة الانضباط، أنه يعني يا أخي كثير عم يقصوا علينا. طيب أعطيني البديل، يعني أنا برجع أقول أنت ما بدك الأمر، أعطيني شو البدائل، أعطيني شو اللي لازم ترسم أنت لاين معين أنت تمشي عليه، قوانين في ضوابط في سبونسرات. نحن بنرجع لنا إسا الأمور عم نتكلم عليها، ما في يعني أنت احتراف، إذا في عندك وكالات شركات، في عندك سبونسرز لازم يكونوا داعمين لهذه الأندية، مو أنك أنا على المؤاخذة اتحاد أفرض عليك شغلات وأنت ما عم تدعمني كاتحاد، ما عم تدعمني بشيء نهائيا. طيب أنا طيب شو بدي أسوي؟ أنا ألجأ لوين؟ ألجأ للجمهور؟ يعني عم يشوفوا أنه والله شغلة تطبيق القوانين هي أكثر من موضوع الدعم المالي والمكافآت. لا غلط، مع الاحترام، مع الاحترام، لا هذا الشيء ما مزبوط يعني، لان احنا نقول نرجع نقول الأندية يجب ان يطبق يعني. لازم طبعا، بس بنرجع نقول انه الأندية هذه طيب من وين بدها تاخذ الدعم يا ترى؟ لازم يكون مثل ما عم نحكي انت شركات مؤسسات داعمه لهالفرق هذه، والا ما بيمشي الحال لحاله انه انا كنادي يعني اقدر انا امشي عقود اللاعبين. واللاعبين يعني طبعا مثل ما عم نحكي نحن انه جايين يعني طالما طبقت الاحتراف جايين ليحسنوا امورهم. نحن ما فينا نلوم ليش هاللاعب هذا انتقل من نادي لنادي او حتى من نادي الى بلد اخر. لا ما فينا نلومه نحن بهالشيء، هذا انسان بده يحسن مستواه الاجتماعي المادي طبعاً حياتي. فهذا الامور يعني انت طالما فرضت عمليه الاحتراف وهذا شيء جميل يعني لازم نحن نمشي عليه، افتح اكثر، لازم تشوف الشركات الداعمه كاتحاد في دعم. كان في فرصه بهذا المجال بهالامر نزل الالفيه، انطلاق الالفيه الجديده، كان في مجال بالنسبه لكره القدم السوري انه بالاحتراف تطبيق الاحتراف بشكل جيد. كان في يعني هلا مثلا عام 2006 يوم النادي الكرامي اللي تاهل لنهائي دوري ابطال اسيا، يعني في ظل بعتقد غياب 80% من الاحتراف لكن وصل الى النهائي بشكل جيد. صحيح، يعني كان في فرصه انه تطبيق الاحتراف 100%. بالضبط، هو هي الفكره كانت موجوده يعني، وخلينا نقول وصلنا الى حد ما يعني الى تطبيق الاحتراف، والناس اللي عم تلعب مثلا في انديه عربيه بعقود الى حد ما يعني تليق الى حد ما في. صحيح، لكن نريد احسن، يعني نريد الاحسن، نريد التطور اكثر. الدراسه الاحترافيه لا تكفي بتحدد نفسك انت ضمن مجال معين، انظر للخارج، انظر شو في يعني في يعني يعني في لاعبين عند المؤاخذه عندهم شركات، عندهم، ولا اتكلم على اوروبا، عم بتكلم على يعني الانديه العربيه على المستوى الاقليمي للدول العربيه. بالضبط، الانديه العربيه هو بنفس المجال كابتن عبد. يعني بدي اسال الكابتن محمد تيخي، هو من شوي عم يعني بيقول انه مثلا موضوع العقوبات وموضوع انه احترام الحكم من قبل اللاعبين وموضوع الركض وراء الحكم، بس نحن عم نشوف بدول اوروبا، انا بدي احكي عن دول اوروبا، في حالات نفس الحالات اللي عندنا، هناك في احتراف هون في هوايه، لكن نفس الحاله موجوده في اوروبا، في موجوده في كل دول العالم، ياما في فيديوهات شفنا انه اللاعب عم يركض وراء الحكم، وحتى في دول امريكا اللاتينيه اكثر شيء هذا المجال. استاذ احمد هناك بس في عقوبات، في عقوبات، ما انا بعاقب اللاعب وثاني يوم شيل عقوبته. يعني انا الحاله اللي عم اقول لك عليها، لاعب انحرم سنه مع اقتراح فصله من منظمه الاتحاد الرياضي العام. بيرجع اللاعب، بيرجع يعني انا بعطيك امثله على لجنه الانضباط على اتحاد كره القدم. نعم. لاعب يوقف ثلاث مباريات رسميه وما يتخللها من مباريات وديه
يعني هذا اللاعب 3 مباريات رسمية بده يتعاقب، ما في مجال إلا إذا طلع إعفاء من منظمة الاتحاد الرياضي العام أو من اتحاد كرة القدم. تجي مباراة الفتوة وتشرين، واحد منهم بده يتأهل على كأس آسيا، خلال 24 ساعة بيعفوا لاعب من نادي الفتوة، قال المباراة هاي ما رسمية. كيف ما رسمية؟ كيف ما رسمية؟ طب فرضا بهالمباراة تعرض الحكم لضرب من اللاعب، شو بيعمل الاتحاد؟ بيتركوا للاعب؟ ما بيعاقبوا؟ لا لا، شيء طبيعي، بدي يعاقبوا. على اي اساس بدك تعاقبه طالما انت عم تقول ما انا مباراه رسميه؟ على اي اساس بدك تعاقبه؟ لا هو في تناقض، كان في تناقض، تناقض واضح. إيه طبعا استاذ احمد، بعدين استاذ احمد اليوم رئيس لجنه الرباط، انا بوجه له كل تحيه وكل شكر الدكتور فراس. هلا قبل ما تكمل هذا الموضوع تحديدا، نحن امتى شفناه في ملعبنا موضوع انه الركض وراء الحكم؟ يا سيدي نحن ايام الهوايه مصاري. اذا هي حاله كانت فرديه فقط، يعني فرديه وصارت صارت في كذا مباراه. كابتن، صارت بانديه الدرجه الاولى وانديه الدرجه الثانيه وانديه الدرجه الثالثه بالمواسم الاخيره يعني. نعم. انا بجيب لك، بس ما راح اذكر لك امثله لانه كلها معروفه، انعرضت على شاشات التلفزيون. صحيح. بس انا مثلا بقول لك رئيس لجنه الانضباط، طيب انت اليوم قاعد بالسويد بدك تدير لي لجنه انضباط بسوريا؟ والله هذا يعني هاي المسألة أنا أشوفها كل تحية وكل يعني تقدير. يعني أنا إنسان راقي جدا، وبيجي بيقول لك مثلا عقوبة اللاعب محمد كيخيا غير قابل للاستئناف، معناته موضوع انتهى بعد 48 ساعة بينعفى اللاعب. قال والله قدم التماس ايه وطلع التقرير ما مزبوط. طب إذا ما طلع التقرير ما مزبوط، ليش ما عم تعاقب الجهة اللي رفعت التقرير؟ مزبوط، إن كان إداري، إن كان حكم، إن كان مراقب حكام، إن كان مراقب إداري، وهذا يلزمه احتراف كامل. يعني هلا مثلا مثل الاحتراف الكامل، يعني هيك عم بقول احتراف ما ناقص الأخ. أبو سالم، مو يعني مو مجرد مثلا والله لاعب الله مثلا محترف، أيضا على مستوى التحكيمي، على مستوى الإداري، طبعاً كل شيء طبعاً. نعم. هلا أبو أستاذ أحمد، نحن اليوم على زماننا كنا مثلا حكام اللاذقية، بدي أحكي أنا، نحن حكام اللاذقية بيناتنا بين بعضنا كنا تقريبا شي 13 حكام، نحن كنا معينين مدرب إعداد بدني إلنا على حسابنا الخاص، على حسابنا الخاص. حلو. وبذكر اسمه الكابتن هيك الله يطولنا بعمره، الأستاذ أحمد نعيم زيدان كمان كان حكم، هو كان عضو لجنة تنفيذية، كان يعملنا 5 تمارين بالأسبوع. اليوم للأسف الحكم أنا بتحدى، وهي على الهواء مباشرة، إذا 90% من حكامنا بيجيبوا الاختبارات إلا إذا بدي يلعب بالساعة اللي عم يعير الوقت. حكامنا ما هنون جاهزين كابتن، لانه ما فاضين. الحكم اليوم بدي يلحق معيشته، بدي يروح يشتغل شغل تاني. تمام هذا الكلام انه بدي يلحق معيشته، يعني هاي استاذ فاضي والله. هذه رجعنا نفسها على الاساس. نعم. الاحتراف اللي هو شامل حتى الحكام، يعني انت عم تشتغل كحكم في دوري محترفين. نعم. فبعطيني انت على الاقل جازيني انا كحكم مثل ما عم تجازي اللاعبين اللي هن مثلا من عقودهم اللي لكن ما عم ياخذ القدر الكافي. هلا سؤال ابو سالم، سؤال يعني انتم على زمانكم، انتم عملتوا عقود ولا انتم ابناء نادي وشاركتوا بالدوري السوري؟ عملتوا عقود مثلا نظاميه؟ يعني لا يعني ما في شو بدي اتكلم بهالكلام هذا، ما في شيء اسمه عقود عندنا. ما كان في لا عقود ولا بالله. ما في عقود، ما في يعني كان في التزام كلمي. احنا يعني نحن المصروف، نحن يعني مصروفنا نحن يا دوب يعطونا نحن كان يوميا، شايف كيف؟ مثلا سافرنا على حلب، سافرنا على القابشلي، سافرنا على اي محافظه مثلا في سوريا، شايف كيف؟ يعطونا القدر اليومي اللي انت تقدر تاكله فيه، يعني مثلا وجبه الصبح، الفطور ولا الغداء ولا هذه، ويا دوب تكفي ناخذ معنا نحن عشان نكمل اليوم يوم او شو بدك تشتري يعني. ولا كان في لا مقدمات عقود ولا كان لا لا نهائيا لا لا يعني رواتب ولا كان في شيء. لا 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 عقود ولا رواتب ولا شيء نهائيا. والله هذه مساله يعني الجمهور لازم يعرف يعني ويشاهد ويسمع للكباتن، يعني انه هذا الزمن كيف كان، يعني برغم ذلك كان في لعب، كان في ما انا عفوا قوي. يعني كنت بدي اكمل لك بهالموضوع انه يعني انت اذا بدك تجي تحكي على اللاعبين، إن كان مثلاً عبد القادر كردغلي، إن كان الله يرحمه وفاء كنعان، إن كان مثلاً ويد أبو السل الله يطول بعمرهم، ولا جورج خوري، ولا هالناس، هذول اللي عم نحكي عليهم كبار في هذيك الأيام. هذول نرجع منقول هذول لو كانوا على هالزمن هذا
اعتقد يعني كانوا صاروا باوروبا يعني. اه برافو عليك، برافو عليك. يعني حتى يعني كان انا بتذكر يعني. تماما ما اتذكر باي سنه يعني، بس اجت ما كان عندنا احتراف، فاجى عقد ل وليد ابو السل بهذيك الايام لعبد القادر كرداني. نعم وعبد القادر، ورفض رفض يعني احنا على اساس انه احنا ما عندنا احتراف، فانتوا يعني يعني تابعين المنتخب وكذا والى اخره. طيب ما انت كمان قضى عليه، احنا كنا نرجع بنقول انه احنا لازم من الاول نفكر بامور الاحتراف ونمشي بشكل سليم ونخطط بشكل صحيح لحتى توصل على الشيء المطلوب تحكيميا كابتن. نعم تحكيميا كابتن محمد، انت ما لحقت الاحتراف؟ لا ما لحقت، لا ما في كان احتراف. كيف عشت هذيك الفتره؟ نحن كان ورانا رجل رجل وجه له التحيه طول العمر، سياده العميد فاروق بوزو اللي استلم مناصب عربيا واسيويا ودوليا. نعم دوليا. كان الداعم الحقيقي للحكم، الحكم كان عنده خط احمر، هو حكم دولي كمان، هو حكم دولي سابق وحكم دولي بكأس العالم. نعم بكأس يعني العالم. اليوم نحن كانوا يجي الحكام يحكموا بمدينة اللاذقية على مستوى مباريات الشباب استاذ احمد، مثلا شباب تشرين وحطين ملعب كومبلي، كان انا بتروح على الملعب فعلا كان الملعب كومبلي. نعم يعني انا بتذكر في مباراة لعب فيها الاخ ابو سالم تشرين والكرامة شباب، كان بده يحدد فريق بطل دوري، استاذ احمد منظر مرعب، كان ملعب كومبلي شباب مباراة شباب، بس كان كل واحد ياخذ حقه. في اخطاء، في اخطاء، نعم في اخطاء بكل المراحل ان كانت حاليه ولا سابقه ولا قادمه بده يصير اخطاء، صحيح يعني رياضه هيدي، ولكن الاخطاء ما بصير نقابلها نحن بخطا، بدنا نقابلها برويه. اليوم بيجيك مثلا استاذ احمد مدرب فريق او اداري فريق يجهل قانون كرة القدم تماما تماما، يعني التعديلات اللي صارت من سنتين بيجي بيقول لك الحك المدرب ليش ما شرحتها انت للاعبين؟ انا ماني مضطر اشرحها للاعبين كحكم، انت بمحافظتك في مقيمين، في حكام دوليين سابقين، جيبهم مثل ما كنا نعمل نحن، بيعملوا دورات يعملوا مثل ما كنا نحن نعمل باللاذقية ايام الله يرحمه للاستاذ ابراهيم ماشتا والاستاذ قيس رويحة ويجعل مسكنهم الجنة يا رب، علمونا شغلات. نحن كنا نروح انا والاخ ابو نديم والاخ محسن بسمه، كنا نروح على ابو نديم كمال قدسي، كمال قدسي كنا نروح على انديتنا نشرح للاعبين وللاداريين قبل بدايه الدوري بشهر، هذا المفروض يعني، هذا المفروض. بس هلا ما بعمل نشوفها. ابو سالم كان على دورك تحديدا النقطه هاي، انه يكون مثلا حكام يعملوا كن دورات مثلا او دورات يعني او محاضرات يعني على القوانين الجديده لكره القدم، او حتى مدربين يعني، يعني كلاعبين ام كلاعبين، كلاعبين. كانوا يجوكم مثلا توجيهات بهالمسائل او محاضرات انه توعيكم على قوانين كره القدم الجديده؟ لا هو طبعا يعني كان شيء بسيط يعني، كنت يكون في تعديلات شيء بسيط عاديه طبعا. نعم. لكن على قد حالك يعني، مثل ما عم تفضل يعني، حتى المدربين نرجع بنقول المدرب المحترف اللي دارس اللي موصل لهالامر غير ايامنا يعني، يعني ما رح نذكر في في بالنسبه للعلم تقدم يعني ما في صراحه فهالامر صحيح. هذا صعب انك انت تلم فيه بهذيك الايام كمدرب تشوف القوانين بشكل كامل، انما تطبيق القانون اللي بيصير في الاتحاد الدولي ممكن طبعا ينبهوك عليه يعني. هلا كواجبات لاعب وكواجبات مدرب بهذيك الحقبه يعني كابتن ابو سالم، شو كان حتى يكون هالمزج ما بين اللاعب والمدرب؟ يعني انت بنرجع بنقول انت في يعني بهذيك الايام اللي عم نلعب فيه ما في شيء اسمه احتراف، نحن عم نلعب لهوايه لمحبه، ان كان كمدرب نفس الكلام، لما بده يجي على النادي رح يجي محبته للنادي اخلاصه له بشيء بسيط جدا حتى كلاعب، فبتصير عمليه نوع الانسجام بينك وبين المدرب وبينك وبين الاداره كعائله كعائله وحده، لكن يختلف تماما هذه الايام. على كل حال خلونا نسمع ايضا راي اخر، راي من لاعب قدم لكره القدم السوريه على مستوى الانديه على مستوى المنتخبات الوطنيه وخاصه دوره البحر الابيض المتوسط عام 1987 وكان رفيقا للشباب. خلونا نسمع على الهاتف مباشره معي الكابتن يوسف هولا. اهلا وسهلا فيك كابتن يوسف. يا اهلا استاذ، كيف احوالك؟ يا اهلا استاذ احمد، اهلا. شو المفاجاه الحلوه. تحياتي لك ولضيوفك الاكارم
يعني انا بدهم اخوات لإلي هذول. اهلا وسهلا فيك كابتن يوسف. طبعا الكابتن يوسف هذا لاعب تشرين السابق ولاعب منتخبنا الوطني. كابتن يوسف نحن عم نحكي على موضوع الزمن الجميل وزمن الهوايه وليس الاحتراف، يعني كيف بتشوف الحقبه الماضيه واليوم مقارنه بالحقبه الحاليه؟ والله صراحه هلا الزمن القديم كان عم يلعب باخلاص ومحبه للنادي، اما هلا يعني مع احترامي له الكثير هلا اختلف، يعني هلا كله عم يلعب منشان العمله والمصاري وما عم يطلعوا كثير على المستويات بيني وبينك. يعني اما ايام اللي كنا معلش هلا مع احترامي هلا هو الزمن يعني هو اكيد اختلف، يعني شيء طبيعي طالما المال دخل بالعصب يعني ما في بيكون في تطوير يعني بهذا الموضوع طبعا. بس اما ايام يعني كنا نلعب للنادي صراحه محبه بالفضول ولحتى نجي لحتى يجيب الواحد يعني يعمل اسم له وللنادي يعني صراحه بالاداء وحتى حتى يعني النادي كان اسره واحده غير هلا يعني مع احترامي للكل. انا طيب على مستوى اللاعبين كابتن يوسف، على مستوى اللاعبين يعني كيف بتشوف مثلا مساله التعاقدات والاموال الكبيره اللي عم تروح للاعبين؟ يعني في اقتناع والله هلا يعني استاذي العزيز هلا حتى الانديه يعني قبل ما يبلش الدوري حسب امكانيات النادي عم تكون المستويات صراحه. نعم يعني اذا ما في عمله ما في مستوى، ما راح يجيبوا لاعبين اذا ما في عمله. طب برايك بالدوري السوري يعني في مستوى قياسا للعمله اللي عم ياخذوها او قياسا للمبلغ اللي عم ياخذوه؟ والله هلا يعني صراحه لهلا ما شفنا شيء، يعني صار لنا كم سنه ما في يعني ما في بطولات ما في غير يعني حكي صراحه حكي كله وانترنت وفيسبوك وشو بيعرفني وكثرة الكباتن كثير كثير بالرياضه بس شيء حكي فاضي يعني. طيب صراحة هلا شو في شيء مشترك بينك وبين الكابتن ابو سالم والكابتن محمد كيفيا؟ والله ما في غير كلمه حبه واخلاص يعني صراحه يعني يعني هن بالقلب وبيعرفوا يعني معزتهم ومثلي مثلهم، يعني ما كنا نركض غير لحتى نجيب نتيجه طيبه للنادي. طيب هلا بزمانهم كان عم يحكم كابتن محمد كيخيا وانت كنت عم تلعب، ايه هات لنشوف شو في عندك كان ذكرى مع الكابتن محمد كيخيا. والله الكابتن يعني يعني صراحة من صعب هو صعب هو سهل هو شو لا مسامح ولا شو عنده هو الحق عنده يكون عندي هو تشريني حتى لو عم بيحكم لتشرين إذا في شيء غلط بيحسبه غلط على تشرين ما عنده دقن بمصطة بهيك. حلو والله أستاذ أحمد أنا بوجه له تحية للكابتن يوسف، يعني الكابتن يوسف من أيام الزمن الجميل الدوري اللي حصل عليه تشرين سنة 1982. نعم. الكابتن يوسف هولا كان لاعب ناشئ المدرب القدير الله يرحمه أحمد سوما حطوا لاعب أساسي بفريق تشرين من بداية الدوري لنهاية مرحلة الإياب لاعب ناشئ. شو رأيك بالكلام هذا كابتن يوسف؟ شو ليش صار هيك بهذا الموضوع؟ والله التزامنا ومحبتنا للفريق وللنادي يعني معلش. هلا بتبقى رؤيه مدرب يعني خبير بهذا المجال؟ كيف استاذي؟ عم اقول انه بتبقى رؤيه مدرب خبير انه والله شاف لاعب ناشئ انه طبعا ما هلا كان معلش استاذي العزيز كنت انا ونضال قديمات اصغر اثنين بالفريق. نعم. وشافنا الكابتن الله يرحمه ابو مختار احمد سوما فطلعنا بالناشئين للرجال، ورغم انه يعني صراحه هي مسؤوليه كبيره يعني انه عم تطلع انت لاعب ناشئ، بس يعني الاخلاص والعطاء كنا وقت اللي كنا نتمرن ووقتها كنا يعني
نلتزم مع الفريق، فهذه شغلة كبيرة ونحن احترمناها وعطينا الفريق حقه يعني بهيك أمور. هو على كل حال أيضا مع أبو سالم يعني لك ذكريات مع الكابتن أبو سالم؟ حبيب قلبي أبو سالم اللاعب الأخلاقي، اللاعب صاحب الذوق الرفيع أنا أسميه. تحية يعني كبيرة يا حبيب قلبي أنت يا يوسف حبيب قلبي، الله يطول عمرك الله يحفظك. الله يخليكم يا رب. أهلا وسهلا فيك، أنا بتشكرك جزيل الشكر الكابتن يوسف هولا لاعب الشين السابق ولاعب منتخبنا الوطني. شكرا يا كابتن يوسف. شكرا لكم، تحياتي. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. شكرا. والله ملاحظة أستاذ أحمد بس شغلة صغيرة وقت الحكي على الأخ أبو سالم، اللاعب الذوق الرفيع والأخلاقي في الملعب، يعني أنا تمنيت في مباراة اعتزاله للأخ أبو سالم أني أعطيه إنذار، أني أنا أعطيتك إنذار يا أخي، ما أكل إنذار أبو سالم في مسيرته الرياضية. ذكرى يعني أنه والله إنذار يعني ما أكل إنذار في مسيرته الرياضية. يعني في لاعبين أخلاقيين مثل الأخ أبو سالم، يعني نذكر منهم محمد البدة، نذكر منهم لاعبين قديمين، هدول كلهم كانوا لاعبين أخلاقيين. بالإضافة كابتن لعطاؤهم اللامحدود في الملعب. يعني أنا بتذكر أبو الأخ عبد الرحمن أبو سالم بنقول له نحن بندلعه، نعم هو لقب ياما لعب مباريات وهو مصاب في الركبة، أوقات ياخذ إبرة. أنا بتذكر إنه كان يلف أوقات ياخذ إبرة. نعم. أوقات ياخذ إبرة. اليوم اختلف الحكي أستاذ أحمد، اختلف الحكي تماما، والسبب الرئيسي في عدم نجاح الاحتراف في سوريا منظومة الاتحاد الرياضي العام واتحاد كرة القدم. يعني لازم يكون في قوانين تواكب يعني كرة القدم الحديثة. اليوم أنا كنادي الفتوة أو تشرين أخذوا بطولة الدوري، إجي أنا أعطاه مكافأة 25 مليون. وقديش مكلف؟ مليار ونص 25 مليون. يعني مثلا لولا تدخل الأستاذ فراس معلا بالبطولة العربية أو الآسيوية اللي شارك فيها تشرين، ما كان فيه يروح تشرين. صحيح ما فيه تقديم المال، ما في مال يعني بالنسبة لموضوع بده تذكر طيران. نعم. 30-40 مليون. يعني اليوم بنهاية أنا بجيب لك مثال أستاذ أحمد، نهائي كأس الجمهورية اللي صار بين تشرين والوحدة في دمشق، هل تعلم إن في عالم إني خلي الفريق هون وبكرة منجيبهم مشان يستقبلوا الجمهور من هالحكي هاد. حسب رئيس النادي إذا بده يخلي فريق تشرين في دمشق راح تكلفه 30 مليون بين فندق وبين تنقلات. 30 مليون المصاري احنا عم نحكي، وانت اخذ 25 مليون مكافأتك بفوزك بنهائي كأس السيد رئيس الجمهورية. حلل لي اكيد بدها تنحل هيدي، شو هالاعتراف هذا؟ لذلك ما في اعتراف، لازم يكون في على الاقل ضخ اموال بهذا الموضوع. كابتن ابو سالم، اليوم عم يصير في تنقلات وتعاقدات جديدة ما بين أبناء المدينة الواحدة، يعني مثلا اليوم بدي أنا أعطي مثال، تشرين حطين جبلي تشرين، لكن عم يقوبل بموضوع بالاستهجان من قبل الجمهور، يعني برأيك بهذا الموضوع؟ لا أنا للأسف يعني الجمهور هو من إذا كان انتقاده بالنسبة للاعب المنتقل من نادي إلى آخر بده يكون انتقاد عاطفي وليس انتقاد يعني منطقي او عقلاني بالنسبه للاعب نفسه يعني. نعم. طبعا اي انسان حتى يعني في 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 الدوريات الاوروبيه او في 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 البلاد العربيه او الدوريات العربيه ينتقل من مثل ما عم تفضل من نادي لنادي دون اي امتعاض من ان كان كاداره ولا ان كان كجمهور ولا يعني ليش؟ لانه انت في شيء اسمه تحسين وضع ناحية مادية، انه اساس في احتراف يعني احتراف انت في مال عم يبحث عنه اللاعب. ما هو الاحتراف انت ليش حطيته؟ طيب عشان شو؟ عشان ما خلي بس هاللاعب هذا يضل في هالنادي هذا وطول عمره يضل في هالنادي؟ طيب انت اذا بدك تخليني انت في هالنادي اذا انت لازم تحسن لي في من حياتي من من, من مادتي من في فيما بعد يعني. نعم. لما انت بتيجي بتقول مثلا مودريتش ليش ضل مثلا، خلينا نقول في ريال مدريد. ريال مدريد نعم. اكيد الانسان طبعا خلال مسيره حياته في ريال مدريد كان اموره في على ما يرام وعنده قيم داخليه وعنده شخصيه يعني نعم. واعطوه اكثر ما يستاهل يعني، شايف كيف؟ بس بتصير بالدوريات حتى اذا عم نحكي عن الدوري الاسباني انه لويس فيجو كان في
برشلونه وانتقل لريال مدريد، لكن وصف بالخائن يعني. انا مع هذا الكلام يعني، انه طبعا رياضيا احنا عم نتكلم يعني، بس انا ما معي يعني، لكن بتصير انه حتى في مجال الاحتراف يعني، اذا احنا عم نحكي بهذا الموضوع. طيب بنزيما هلا وين راح؟ هلا بنزيما راح على الاتحاد، على الاتحاد السعودي. تمام. طيب السعودي يعني راح الاتحاد هيك؟ لا لا، فرق يعني، لو والله انتقل من اوروبا الى اسيا على والدول العربيه، فرق انه مثلا لو كان بنزيما ينتقل من ريال مدريد الى برشلونه كان كلام. انا معك. شو رايك كابتن؟ يعني اليوم هالتنقلات اللي صارت، صار حكي كثير، وصار نرجع للنقطه الاساسيه استاذ احمد، لا يجوز للاعب ان يوقع لاكثر من نادي اثناء فتره التنقلات. نعم. منلاقي لاعب وقع بتشرين، بعدين راح على جبله، من جبله راح على الفتوه، من الفتوه بده يرجع على جبله، شو هالمهاترات هيدي؟ انا اليوم لاعب ما في عمليه ضبط يعني، ما في عمليه ضبط. نعم. انت اليوم اجا عبد الرحمن فواخرجي وقع لنادي تشرين بعقد لمده سنه او سنتين، اللي هو هذا العقد مباشره بالفاكس لازم نبعته لاتحاد كره قدم او عبر الايميل. عبد الرحمن فواخرجي صار على لوائح تشرين. عبد الرحمن فواخرجي ما بقى بصير واحد اذا اعطاه 10 ملايين اذا بده يوقع بنادي ثاني، يعني باللحظه نفسها انه خلص ينبعث القرار. الحاله صارت مثلا هلا الجمهور الرياضي في محافظه اللاذقيه، بدنا نحكي حصرا، قوم الساعة وقعدها مشان أحمد مدنية، مثال يعني. أحمد مثال مدنية. مثال نعم. طب أحمد مدنية وقع على عقد بظل الإدارة السابقة، كان دكتور أمير إسماعيل، وأنت كنت إداري سابق. أيه. أنت كنت إداري سابق وأنا بعرف بالأمور. نعم. الإدارية. نعم. وقع عقد أحمد مدنية، أحمد مدنية وقع عقد مع نادي تشرين وليس مع أمير إسماعيل. أمير إسماعيل عذرا من الألقاب. مين بيمثل نادي تشرين؟ الإدارة. يا عيني عليك أستاذ. نعم. أحمد، فوقت اللي وقع العقد أحمد مدني وقع مع إدارة نادي تشرين، بجوز إدارة نادي تشرين بعد 10 أيام وهذا اللي صار استقالوا. هل من المنطق نعتبر عقد أحمد مدني ملغى كون الإدارة قدمت استقالاتها؟ طبعا لا. طيب مصير العقد شو وضعه؟ انشق العقد. طيب من قبل رئيس النادي. اذا القانون اذا القانون انه صحيحه. ايه بس انا انا تعاملت مع رئيس النادي الممثل يعني ممثل لنادي تشرين، لكن هو استقال. اذا نادي تشرين استقال. فانا شو عامل لك النقطه استاذ احمد؟ النقطه اللي عامل لك عليها لازم يتوثق العقد في نفس اللحظه. شو رايك؟ ما نترك العقد. شو رايك ابو سالم؟ شو رايك ابو سالم؟ هو ما في شك يعني، بنرجع بنقول طالما في شيء اسمه عقد معناتها في بنود انت لازم تمشي عليها. يعني بند اول 2 3 4 في حال انتقل اللاعب، استقال رئيس النادي الى اخر هالامور، هذا وفي عقوبات، في كل هذه لازم تكون في شيء اسمه بالعقد. نعم. مو شيء اسمه عقد بس، هو كلمه تقال يعني، انما في بنود تمشي عليها. طب هلا مين منظم العقد؟ مو الاداره؟ نعم. ممثله برئيس النادي. تمام. واجى رئيس النادي بعد ما استقال، اجى رئيس النادي هو اللي شق العقد، قال انا ما فيني ملتزم معه استاذ احمد. نحن هاي بالعقد يعني، اذا عم نحكي بالعقد نحن استاذ احمد، نحن بدي احكي نقطه صغيره والاخ. أيوة. ابو سالم بيعرف فيها يعني، بالكويت اكيد له معارف كثير بمجال الرياضه. في كل دول العالم استاذ احمد بالاداره اثناء توقيع العقد هناك طرف ثالث محامي، تصديقا لكلام اللي عم يحكي له عبد الرحمن، محامي. نعم. ينظم هذا العقد ضمن بنود 1 2 3 10 اللي هو لضمان اللاعب، لضمان نفسه. حق. طيب. اللاعب. طيب. وحق النادي. النادي ليس ملك للدكتور امير اسماعيل. الدكتور امير اسماعيل كلف بمهام رئيس نادي تشرين اداره نظاميه، وطلعت من منظمه الاتحاد الرياضي العام بدف قياده دفه نادي تشرين. طيب بطل الدكتور امير اسماعيل يا كباتن، العقود كلها بتروح يا كباتن. انتم بتعرفوا انه اي رئيس نادي عم يجي على نادي سين، مو فقط شين او حطين او جبل، كل الانديه عم يدفع من ماله الخاص. طيب انا كيف بدي ادفع من مالي الخاص اذا انا استقلت؟ هو بيعرف قبل ما يجي. معناها رجعنا للبدايه. لا هذه معناتها رجعنا للبدايه. أيوة. احتراف ناقص. ايوه اذا بحق له، ما هو بده يحق له، بحق له بس بحق له انه ولا يتراجع عنه، لانه ما في مره. لانه ما في شيء رؤوس اقلام واضحه، ما في شيء بالعقد واضح. هو يعني يقول الكابتن محمد انه والله هو التوقيع مع النادي وليس مع شخص رئيس. بالضبط. معلش انا لا انا انا ما يعني قانونيا مزبوط كلامه، لانه انا عم وقع مع نادي. طيب استقال او استقالت الاداره، بس عقد هذا موقع قانونيا. نعم. فانت بدك تجي على الجهه اللي جايه، لما بصير في شيء اسمه والله انا كرئيس نادي جديد ما قادر انا، معناتها لازم يرجع هذا مباشره على القانون
طيب ويحققهم فيه. طيب اتحاد الكرة هو عم يمشي بموضوع الاحترافي، طب هيك مشاكل وهيك مسائل ليش ما تتدخل؟ ما فاضيين. كيف ما فاضيين؟ ما فاضيين بالقانون. احنا عم نحكي استاذ انت في 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 بداية المقدمة تاعيتك حكيت على الجمعية العمومية. نعم. فرجيني مين عم يحضر جمعية عمومية؟ مين؟ طيب اليوم هلا بدي يعملوا مؤتمر استثنائي بكرة، طب هذا مؤتمر استثنائي يخص الأندية الدرجة الممتازة. نعم، هو إذا تأجيل بجوز يتأجل الدوري يعني. صح؟ خصوص طيب. هذا المؤتمر بدو أعضاء. مع احترامي لكل شيء عم يشتغل بالمجال الرياضي ليس تنقيصا من قيمتهم أبدا. بيروح بيجيبوا لي أندية الدرجة الثالثة والثانية والأولى، طب هذول شو لهم علاقة بالتصويت لتأجيل مرحلة الدوري الممتاز؟ الدوري الممتاز، الدوري الممتاز مفروض الدوري الممتاز يشاركوا فيه الأندية اللي بتخصهم موضوع التأجيل. هني أساس بعدين طلبات. بعدين طلبات لموضوع التأجيل لأنه اليوم لسه في تعاقدات. اليوم. إيه. كل الأندية داعينه. كل الأندية. فيا أستاذ أحمد اليوم أنت إذا ما نظمت أمورك بشكل نظامي وبشكل موثق فبدك تقع بمطبات ما في مجال. بدي أسأل الكابتن أبو سالم. كابتن حتى مسألة العقود يعني ماليا، أنا عم بحكي ماليا، هل هي يعني بمستوى الفني اللي يقدم بأرض الملعب؟ يعني لاعب عم يأخذ 200 300 مليون 400 مليون، طيب هو عم يقدم مستوى. للأسف كان سؤالك للكابتن يوسف نفس الطريقة. نعم. هل فنيا اللاعبين يعني على مستوى الأمر هذا؟ طبعا يعني أنا كنت بدي أرجع، سبحان الله رجعت أنت على نفس النقطة. لا أنت كنت يعني رجعت. نعم. عليها نفسها. طيب أنت كلاعب تحتاج إلى كثير من الأمور اللي أنت يعني بتخليك تحسن من مستواك. بداية الملاعب كاحتراف. نعم. أنت عندك احتراف، ضبط لي الملاعب، الملاعب هذه ترفع من مستوى اللاعبين. نعم. تمام. في عندك أيضا كدعم مادي يتعلق بالشركات. كان عندنا نحن في البدايات يمكن بداية المساعدات وليس الاحتراف كان في عندنا شركات داعمة للنادي محبة في النادي، إن كان تشرين ولا حطينا عم بحكي ولا جبلة ولا، فهالشركات هذه من عنده عم يعطي للنادي. نعم. لكن كرعاية ما عندنا إياها، يمكن إجت الرعاية مرة أو اثنين سيريتيل ام تي ان هالأمور هذه وبعدين اختفت. نعم. فأنت إذا بدك تطور من عملية الأداء أو تقول إنه والله أنا مثلا عندي لاعبين أداؤهم كويس ويتناسب مع العقود، أكيد في مفارقات بهالأمر هذا. لما عم ياخذ لاعب مثلا 500 مليون ولا 700 مليون بهالمستوى هذا ما مبين، بس أنا بعذره لأنه ما في مقومات تقدر تساعده أيضا فيه. طيب معلش، في عندنا لاعبين مثلا خلينا نقول مواس طالع برا، شايف كيف؟ وراحوا كتير ناس يعني بهذيك الأيام، الملاعب موجودة، الدعم موجود، في عقود تتناسب ايضا مع هذا اللاعب فنيا. نعم. حتى احتراف بكل شيء يعني بالضبط. على مستوى الملعب، على مستوى النقد التلفزيوني، على مستوى الاداري يعني كله. فاذا رجعنا نقول انه يعني معناته انت بدك ترفع في هالمستوى هذه، في مقومات لازم تكون موجوده ومساعده لهاللاعبين هذه. اكيد اللاعب هلا مستوى احسن يعني ماديا، عم ينعطى، ما عم حدا عم بيأثر، لكن في خلافات عم تصير مثل ما عم نحكي العقد ناقص، ما عم نمشي على عقود. كابتن محمد مين السبب برأيك؟ مين السبب برفع الجور العالية وانخفاض المستوى؟ يعني انت عم ترفع جور عالية بس لكن ما في مستوى بالنسبة للدوري. حكى كلمة كتير جوهرية. اليوم انت لو في شركة راعية موثقة من قبل اتحاد كرة قدم ما بتصير هالأمور هذه، ما بتصير. اما بيجي تنظم الامور الماليه يعني اكيد يعني. اكيد طبعا. ما بتصير. اما بيجي انا بستلم نادي تشرين، والله استاذ احمد مستلم نادي حطين عم يجيب، انا بدي ادفع اكثر منه. بيجي هذاك انا بدي ادفع اكثر منه، فهذا ما بيطور كره القدم. كابتن يعني باوروبا اليوم في مناشدات حول استقطاب اللاعبين الكبار من اوروبا الى الدوري السعودي بسبب المال. يعني الحالي هون نفس الحالي هون. ايه بس هناك في ضوابط استاذ. في ضوابط بس لكن قديش مثلا عندك كريستيانو رونالدو قديش اخذ بلاوي. في ضوابط هونيك استاذ احمد. في شركات عم تتدخل في المواضيع. لكن نفس الشيء. في نقل تلفزيوني. في سبونسرات عم تصير بالملاعب. يعني على ممكن الشركة الراعية هي ممكن تضمن حقها المالي. عم استوى التيشيرتات استاذ. عم استوى التيشيرتات.
طلعوا شي 200 مليون دولار بس تيشرتات نادي وقت اللي اجى كريستيانو رونالدو النصر. النصر. النصر السعودي. النصر السعودي. نعم. فاليوم نحن مثلا فليكن نادي حطين او تشرين او جبله. طب شو بيمنع نحن نحطه ضمن شركه راعيه اي نادي من كان منهم يعني؟ ما في طيب ليش ما في ما في شركه؟ معناتها ما تعمل احتراف. هلا الحاله الاقتصاديه اصابه، لكن اذا حكينا احنا قبل الحاله الاقتصاديه نحن يا استاذ احمد ما كان في، نحن ما بصير نتخبى ورا اصبعتنا. بال 2000 ما كان في لا ازمه بسوريا ولا كان في شيء. صحيح صحيح. لا اصلا لل 2012 ورغم ذلك ما كان في شركات راعيه. ولل 2012 نحن كنا عم نسافر وعم نراقب مباريات في ظل كان في ازمات وقذائف على الطرقات بتتذكر استاذ صحيح، ورحنا رحنا كمان. أيوة. يعني فاليوم مباريات. انت مثلا نحكي هلا لو تعرجنا عن موضوع بس موضوع بيتعلق فيه يعني امبارح بالسهره تحت الهواء مثل ما بيقولوا. نعم. طرقت لموضوع حكام طرطوس. طيب ليش اليوم مثل ما كل دوريات العربيه والاسيويه والاوروبيه بتحدد قبل بداية الدوري أسماء الحكام الساحة والحكام المساعدين الذين سيقودون الدوري الممتاز؟ ما في تحديد هلا؟ ما في تحديد ما في. نعم. شي بيقول لك سري، شي بيقول لك بدي اجيب من الأردن، شي بيقول لك يا أخي أنت ما بتصير تشتغل على هوا العالم. أنت كاتحاد وكلجنة حكام مع احترامنا إلهم ووجه لهم احنا ما عم نهاجمهم، بس أنت حدد من بداية الدوري. أنا عندي 10 حكام ساحة. عملية تنظيمية. تنظيمية. عملية تنظيمية. نعم. ما بس يا حدا ما حدا بيعترض عليك أستاذ أحمد إني خلص هدول محددين لقيادة الدوري الممتاز، محددين لدوري الدرجة الأولى. بعدين وين المشكلة يعني؟ أنت إذا حتى من ناحية لجنة المسابقات في الاتحاد السوري كمان هي عم تقلل من هيبة الاحتراف لكرة القدم السورية. نعم. طيب عم تشوف أنت بكل دول العالم تصفيات الأندية الأوروبية إن كان كأس إنجلترا إن كان كأس إسبانيا، طيب ليش ما نحن نحزي مثلهم يعني نلعب كأس الجمهورية على مدار السنة بدل ما تضغط الدوري أنت تلاتة؟ ونحن عندنا دوري وكأس فقط، ما عندنا غيره. ما عندنا غيره. فاليوم أنت اللاعب وقت بدك تطوره أستاذ أحمد هاي نقطة كتير جوهرية، بدك تلعبه كتير. إيه. نعم. ما أنت عندك 12 فريق بالدوري، يعني الموسم بدي يلعب 22 مباراة اللاعب وخلي يلعب 4 مباريات كأس الجمهورية، لأنه لبين ما يوصل النادي لربع النهائي أو نصف النهائي بيكون عم يلعب مع أندية الدرجة الثالثة ورابعة. شو المباريات اللي عم يلعبوها يعني؟ أنت كيف بدك تطور؟ كيف بدك تطور؟ على مسألة التطوير كابتن أبو سالم، نحن عندنا في سوريا بنعمل بطولات محلية. اليوم الخميس القادم راح يكون انطلاق الدورة التشرين الكروية بالنسخة 23، يعني 23 سنة تقام هذه الدورة. اليوم عم نشوف ايضا انخفاض بالمشاركة، هي مسألة. مسألة اخرى انه طب ليش، شو المانع انه تعملوا جائزة كبيرة بهذه الدورة؟ يعني الاول بيحصل على مثلا 15 مليون، قديش بيكون عدد المشاركين؟ قديش بيكون المنتخبات او الفرق المشاركة؟ بالضبط، يعني كلامك صحيح، يعني هذا بيدخل ضمن الاحتراف. كلامك صحيح، لانه انا انت يعني استقطاب الانديه او الفرق اللي لازم تشارك مستواها راح يتقدم، وراح تكون تجيب انت يعني فرع عدم مؤاخذه من برا، ممكن يعني من دول عربيه اخرى، وبتعطيها حافز. يعني احنا ذكرنا المبلغ، يعني هو ما هو مبلغ يعني مثلا اذا مثلا مثال يعني مثلا لازم اذا المبلغ لازم يكون اقل شيء 200 300 مليون. بالضبط ما في شك، بس يعني بنرجع عم نقول انت عم تعملها كل سنه، ليش ما عم تطورها؟ يعني انت اكيد عم توقع كل سنه في اخطاء تلافاها لها الاخطاء. فلذلك الواحد يعني لازم يفكر في انه انا ما بس انه انا اعمل الدوره بناء على اسم الدوره. رجعنا لنفس الموضوع، موضوع التمويل بهذا المجال، يعني انه عندك الجائزه الكبرى 200 300 مليون، كيف راح تنصرف هاي؟ مين راح يدفع؟ اذا امور متعلقه بموضوع سبونسر ومتعلقه بشركات راعي والضوابط له. نعم. لكن هذا مفيد جدا، يعني هلا اذا تاريخ دوري الشؤون الكرويه هي معروف، كان يجي الزبراء العراقي، كان يجي القادسي. برافو عليك، شو كنا عم نحكي؟ النجم اللبناني كان يجي كثير، يعني الهلال الفلسطيني كله كان يشاركوا. بالضبط، يعني على الاقل كان في نوع من الدعم المادي والمعنوي. كابتن محمد، استاذ احمد هلا حكيت عن موضوع الدعم المالي من وين؟ طيب الاموال المجمده للاتحاد العربي السوري لكره القدم كيف عم تنصرف؟ عم تنصرف، بيقولوا لك ما عم تنصرف. لا غير على المنتخبات الوطنية، بس على المنتخبات الوطنية. سياحة وسفر؟ لا،
عم تنصرف لا مشاركات ايه عم تنصرف ايه. فانت اليوم عندك اعانات ماليه ضخمه عم تجي من الاتحاد الدولي وحتى من الاتحاد الاسيوي للاتحاد السوري لكره القدم. كابتن انت بتعرف البيرو انا بقول لك بس رقم ايوه بعد اذنك نعم وانا مسؤول عن كلامي. كره القدم الشاطئيه كل سنه 250 الف دولار للاتحاد السوري لكره القدم. نعم. طيب انت وين ما فينا عم يجيبوها في كره قدم لك في كره قدم ليش وقت اللي كانوا عم يعطونا بدك تشارك في كره قدم شاطئيه بدك تشارك بكاس اسيا على الاقل ليش مثلا ما منشارك؟ ليش ما منشارك بدك يكون في فريق بده يكون في طيب فريق طيب كل الناس عرضت حالها تشتغل بي ليش ما في فريق ليش نحن وقت اللي اشتغلنا اسسنا وسوينا كره قدم شاطئيه بسوريا ليش صار انت عندك اليوم اجمل شط عندك من اللاذقيه لتوصل لنهايه طرطوس نعم ليش بكل دول العالم استاذ احمد بس على البحر كره القدم الشاطئيه لا اليوم نحن وقت اللي اسسنا كره القدم الشاطئيه واشتغلنا فيه جبنا لاعبين ما جبناهم من اوروبا ولا من كوكب اخر من لاعبيننا نفسهم نعم لاعبيننا حتى جبنا لاعبين معتزلين يعني جبنا على سبيل المثال هلا بنوجه له تحيه للسيد بيازيد السيد بيازيد طلع هداف اسيا بكره القدم الشاطئيه وتركوا مشي وتركوا مشي ونحن تركنا ومشينا ونحن تركنا مشاركات بهذا الخصوص لأن بدك تجيب اللاعب على المنتخب استاذ احمد وبدك تعطاه 25 الف بالشهر ما راح يلعب معك لا هو القصد يعني انه الاموال المجمده ما فينا اتحاد الكره ما فينا تصرفها على المنتخبات على المنتخبات فقط طيب وين المنتخبات تاعتنا طيب هلا في عندك منتخب الاولمبي منتخب الرجال عم يشارك منتخب الشباب بتصفيات كاس اسيا زي ما اسمها مشاركات هلا بامور التدريب وامور اللاعبين الكابتن عبد الرحمن بيعرف اكثر مني هي ما اسمها مشاركه غرب اسيا وشرق اسيا هي ما اسمها مباريات هيدي هني فرضوا انت بدك تلعب بدك تلعب مباريات ليش ما تلعب مباريات هلا مدرب المنتخب الوطني تاع الرجال رفض يلعب مع منتخبات قويه دوره تشرين الكرويه كابتن ابو سالم انت مواكبه من 23 سنه وحتى اليوم فيها تطور على المستوى المالي على المستوى الفني عم تشوفها انت ولا كل ما عم تراجع لورا والله ما على الاسف يعني ما انا ما شايف ما عم نشوف تقدم التطور فيه. هذا اللي الملحوظ يعني خلينا نقول اذا كان الهدف من الدوره يعني للاسف ماديا فهذا شيء خطا يعني انا حتى غطي امكانياتي انه انا فيما بعد العقود اللي عندي اغطيها من ماليات الدوره لا هذا ما بصير الكلام هو هي تعتبر رديف لاحدى البطولات يعني الرافدي للدوري ولا الكاس تمام ممكن واحد يستفيد منه تمام انت بقى معناتها انت ماديا هي جزء منها انا ما عم لك انه لا لانه الهدف المادي اللي بيكون الوحيد لكن طور انك انت اللاعبين نفسهم يعني هالملاعب اللي نحن بنرجع بنحكي عليها الملاعب نفسها يعني انت هلا الدوره راح تلعب على ملاعب يعني بحاجه لصيانه نعم بحاجه لصيانه فالامور هذه يعني كلياتها عم تصب في نهاية الطريق انه انت لازم يكون عندك كامل مكمل من ناحية الاحتراف بشكل المعنى الكامل لها نعم. انا عندي ملاعب عندي لاعبين عندي عقود مضبوطة عندي سبونسرات شركات الى اخره هون ممكن توصل انت للهدف اللي انت عندك فيه او المنشود اللي انت مفكر فيه على كل حال كلام اخير كابتن محمد وكابتن ابو سالم برأيك كيف ممكن نحن نسيطر على موضوع الاحتراف كرة القدم في تطوير كرة القدم السورية بس قبل الاحتراف كابتن سؤال موجه لكل الإداريين ولكل إدارات الأندية هل يستفيد نادي تشرين أو حطين أو جبلة أو الساحل أو حتى طلعونا بنادي اسمه الهلال نعم طيب في نادي جاهز عنا هلا يلعب مباريات دورة تشرين ولا نادي ما نجهز بدنيا على الاقل انه يحضر للدوري ما نجهز انت لاعب بدك تحضره هذا اللاعب بجوز ينصاب انت اليوم شئت ام ابيت استاذ احمد وقت عم يلعب تشرين مع جبله او حطين مع تشرين هناك تنافس في ارض الملعب جيد ايه جيد. طب هذا اللاعب ما نجهز لاعب بدنيا ما نجهز لاعب بدك تلعبه انت خمس مباريات خلال ست ايام سبعة ايام بيقول لك مباراة ودية نحن ما بيصير مباراة ودية انت عم تحضره للدوري هاي نقطة النقطة الثانية المستفيد منها أندية النادية يعني صراحة ايه طبعا ايه ممكن جوابا لسؤالك استاذ ان لم يكن هناك مثل ما قال الكابتن عبد الرحمن شركة راعية وسبونسرات بأرض الملعب ومكافآت مالية للأندية
وبالشرط الأساسي عدم الاعتماد على أشخاص ممولين، يعني شخص شخص واحد أنا بدي إجي أدعم نادي تشرين ماديا، بصفي بيتحكم بالمدرب وبالإداري وبالإدارة، هذا ما بقى اسمه احتراف يعني. أنت إذا ما عملت هالبنى التحتية اللي حكى عنها الأخ أبو سالم، ما تفكر في شيء اسمه عنا احتراف نهائيا، ما تفكر. كابتن أخير، ندعم هذا الكلام وهذه المقولة. يعني تصب دائما ملاعب في البداية، شايف كيف عندك أنت الملاعب لازم تكون على مستوى، إضافة للعقود اللي لازم على مستوى اللاعب أيضا نفسه تطويره والتفكير فيما بعد، يعني في مستوى اللاعبين إنه شلون أنا أطور اللاعب، الشركات اللي هي الداعمة، وأكيد يعني الإنسان راح يكون مصدر هيك. لا يعني لا. على كل حال يعني هو كلام كثير ومتفرع، لكن العصب الرئيسي هو الموضوع المالي في تطوير كرة القدم اللي عم نشوفها اليوم حاليا، يعني سواء كانت من أوروبا أو حتى من دول أمريكا اللاتينية اللي عم تبعت أبناء من البرازيل من الأرجنتين من كولومبيا، عم تبعت أبناء إلى أوروبا للكسب المالي وأيضا لتطوير المستوى الفني سواء كان على الصعيد القاري أو على الصعيد الدولي. أنا بتشكركم جزيل الشكر الكابتن عبد الرحمن فواخرجي أبو سالم، شرفت يا كابتن. والله تشرفنا بكم يا أستاذ أحمد، وألف شكر للكادر التلفزيوني، بشكرهم جدا على طيب العافية معنا، وأيضا يعني شكر للمشاهدين وسلامنا لهم، وإن شاء الله تكون الحلقة يعني ليست ثقيلة على الناس يعني، وكانت جميلة ومفيدة إن شاء الله للجميع. أهلا وسهلا فيك كابتن محمد كيخيا الحكم الدولي السابق. أهلا وسهلا فيك كابتن حبيبي أستاذ أحمد، شكرا لك وللكادر الإداري والتقني والفني لتلفزيون وغريت من مدير المحطة أنت ونازل وحضرتك اللي حية أنت قامة من قامات الإعلام في بلدنا. بتمنى لك التوفيق والنجاح، وبتمنى من جمهورنا اللي ومشاهدينا اللي شافونا هيك شوي يتحملونا، فنحن عم نحكي من وجعنا لأنديتنا. بس إذا بتسمح لي نقطة صغيرة بدي أحكي فيها موضوع الحكام، بتمنى لأنه اتحاد كرة قدم الأندية كلها عم تلتزم عم تدفع أجور الحكام من بداية الدوري كاملة. نحن وصلنا سنة الماضية لنص مرحلة الإياب في حكام لسه ما قابضين أجورا وحكامنا، هذا بحث آخر يعني. نحن بتمنى من اتحاد كرة قدم طالما في احتراف لازم نطبق الاحتراف بحذافيره، وبتمنى التوفيق لأنديتنا بكل سوريا، بس بخص تشرين حطين جبلة، وإن شاء الله بيكونوا من المنافسين ويسعدوا هالجماهير اللي بتوقف. أهلا وسهلا فيك كابتن محمد كيخي. أنا طبعا بتشكر زملائي في الكنترول وكل من يساهم في إظهار هذا البرنامج برنامج كلام في الرياضة، والشكر لكم أيضا جمهور الحبيب. كلام في الرياضة لينتهي، إلى اللقاء.